انت ربنا جاب لي حاجه النهارده. احاله المتهمه ايه قاتله بنتكم للمفتي لاخذ الراي الشرعي؟ شفت الكلام ده ازاي؟ انت قاعده على اعصابك من الصبح. استاذ احمد الخولي ربنا يخليه يا رب ويخلي له عياله ويخلي نفسه يا رب كمان مره، وجهد معانا جهد جامد في القضيه تبقى امانه ربنا عشان يجيب لنا الاعدام. يعني اول جلسه شهدت مرافعه تاريخيه للمحامي المستشار احمد الخولي. احمد الخولي 10 على 10 بامانه ربنا. الراجل ده عمل معانا اخر الجهد. كلنا ثقه في القضاء المصري، كلنا ثقه في القضاء. الحمد لله الحمد لله كمان مره. الحمد لله الحمد لله. انا فرحانه النهارده، انا فرحانه وفرحتي ما تتقدرش والله، وربنا فرحانه فرحانه، ويا رب الناس كلها تفرح لي. بنتي قطعوها قطعوها موتوها وحرقوها، قطعوها موتوها وحرقوها والله العظيم. الدود كلها قطعوها والله العظيم. بنتي ما عرفتهاش والله، قطعوها ما عرفتها يا ناس والله. والنبي افرحولي، والنبي افرحولي كمان مره. انا فرحانه والله، اللي فرحان لي يصرخ تنفسه سواه، اللي فرحان لي يصرخ يا جماعه. قطعوها موتوها والله العظيم وحرقوها والله، قطعوها وحرقوها يا ناس، قطعوها وحرقوها والله وحرقوها. تقول ايه النهارده بعد ما سمعت بالحكم؟ تقول ايه بعد ما سمعت بالحكم؟ الحمد لله يا رب اول حاجه، والحمد لله القضاء العالي. الحمد لله الحكومه بتجيب لنا حقنا وكل حاجه، والحمد لله القضاء. الحمد لله احمدك واشكرك يا رب، واشكر الراجل ده، اشكر الاستاذ احمد الخولي بامانه ربنا. جهد معانا كتير في اللي هو يجيب لنا اعدام، جهد معانا شغل جامد من اول ما عرفنا من البدايه. طلع من بيته الساعة 2 بالليل يدور معايا وانا مش مصدقة انها هي. الراجل ده طلع معايا قعد يدور هو وعياله معانا عليه. احمدك واشكرك يا رب. فرح تنام وترتاح في قبرها؟ ان شاء الله. نامت النهارده وارتاحت، نامت النهارده وارتاحت. فالذريعة تقولها ايه؟ كانت بتيجي في احلامنا كلنا وتقول انا عايزه حقي، انا عايزه حقي. احكي لي احكي لي الاحلام اللي دايما تيجي في احلامنا كلنا، انا عايزه حقي، انا عايزه حاجتي يا خالتي، انا عايزه هدومي، انا عايزه حاجتي، انا عايزه حقي. غدروا بيا، غدروا بيا وبهدلوني يا خالتي. اخر مره جت غدروا بيها. اخر مره جت لي قالت لك ايه؟ قالت لي غدروا بيا يا خالتي، نفسي اخد حقي. ماشي مرتاحة، عايزة تاخد حقها. كنت متوقعة بالحكم؟ كنت متوقعة انهم ياخدوا ده؟ كنت متوقعة بالحكم عشان هي ما ظلمتهمش، هما اللي ظلموكم عليها، لأن طفلة طفلة يجوا عليها هما الاتنين ليه؟ عملت لهم إيه عشان تليفون ولا فلوس إيه؟ تليفون إيه اللي ياخدوهم الأول يموتوهم يزعجلوها عشان؟ ليه؟ كانت خدته بس ما كانتش موتتها، كانت خدته بس ما كانتش موتتها. تقولي فرحانه، تقولي هتقولي لها ايه وانتي بتزوريها النهارده؟ الله ربنا خدلك حقك، الله ربنا خدلك حقك يا فرح عشان انت ما ظلمتش. اول ما سمعت ربنا خدلك حقك يا فرح، اول ما ربنا خدلك حقك. ربنا خدلك حقك. اول ما سمعت الخبر شفت نجزه جت، شفت نجزه جت. ايوه سكتت لربنا، سكتت لربنا عشان انا املي في ربنا كبير، املي في ربنا كبير. لقيت هي ما ظلمتهمش، النهارده هتاخدي العزم. النهارده العزم بتاع فرح، اللي عايز يعزيني فيها يعزيني. يعني كده خلاص؟ اللي عايز يعزيني فيها يعزيني. كده خلاص هتاخدي العزم النهارده؟ خلاص؟ أنا عارفة يوم ما ياخدوا إعدام هاخد العزم بنتي. أنا هاخد العزم بنتي النهارده. اللي عايز يعزيني أنا موافق. اللي عايز يعزيني العزم عندي بيتي النهارده. العزم عندي بيتي النهارده. نارك بردت وقلبك ارتاح بحق فرح
اللي جه الحمد لله قلبنا. معالي المستشار، يعني انت النهارده يوم مصر اترافعت مرافعه تاريخيه، كسبت القضيه حاله اوراق المتهمه الرئيسيه في القضيه للمفتي. يعني انت كنت بتقول ربنا خد حقك من بشو، ربنا خد لك حقك من آية. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا بشو، حسب الله ونعم الوكيل فيك يا آية، حسب الله ونعم الوكيل في أي حد صالح، حسب الله ونعم الوكيل. أستاذ أحمد الخولي اللي عمل يعني كل المستشار بتقول لك فرحة كبيرة. كنت بتقول 20 شهر الأول قايل لك الأول قايل لك إن شاء الله إنها أخذت إحنا واثقين في نزاهة القضاء المصري. إن شاء الله. القضاء المصري معروف بنزاهته. ريح قلبي. النهاردة كنت في تحدي مع محامي المتهمة الأولى وهو بيحاول يكشف عوار في الطب الشرعي، وأنت كنت واقف بيبدو عليك نظرات يعني فرحان ازاي وهو بيحاول استفزازك؟ معلش باشا، لان اساس الطب يعني تاخد الطب الشرعي ملوش اي عوار. هو بيحاول بس جاهدا. انت ما تتمنى محدش يشوفك. يعني حضرتك كنت قايل ان هو يضل المحكمه. يعني حضرتك كنت متوقع الحكم. انا كنت متاكد. اللي ما تقلبتني ما تطلق قطعي، كنت بحت كده يا رب وحرقوها ما رحموهاش يا رب. يا رب خدت لي حق يا رب في حق جهنم. كمل يا معلم. انا فرحانه النهارده. فرحتي ما تتعوضش ولا بالراجل ده بأمانة ربنا. تقولي له ايه؟ تقولي له ايه؟ اه شكري لك يا ربي وشكر الاستاذ احمد الخولي، عمل معانا جهد جامد جامد جامد، والقضاء تعالي برضه ما خد لنا حقنا بأمانة ربنا، واحنا الحمد لله كنا واثقين في كل حاجه يعني ربنا يديها لنا. الراجل ده تولى القضيه بدون اتعاب. قال انا متكفل بيها، ما خدش اتعب ولا خد اي حاجه فيها. ولا قال انا متكفل بيها، قال انا دي انا اعتبرتها انها بنتي. قال انا اختبرت لها ان انا بنتي وانا متولي بالقضيه وانا مش عايز اي حاجه، انا هعمل كل حاجه. شغال فيها بقاله 6 شهور ما طلبش مني اي شيء. تقولي ايه الايه ومش ايه النهارده؟ قول حسب الله ونعم الوكيل فيكم، واللي انتوا خدتوه ربنا هو اللي كاتبه لكم. هتاخدي عزا النهارده؟ هاخد العزا النهارده.